الرسمي او المجتمع المدني او القطاع الخاص او الاهلي، كل الناس على قلب رجل واحد ان احنا متحدون ضد الفساد، وان احنا مش بس متحدون ضد الفساد بالمكافحة، لا احنا بالمنع، ان احنا نمنع اساسا حدوث هذا الفساد بكل الصور الممكنة وبالالتزام بالتعاليم الدينية والتقاليد الاخلاقية الصميمة والعريقة اللي بيتمتع بها المجتمع المصري والعربي عموما. عشان نوعيكم ونوعى معاكم يعني ايه فساد، ويعني ايه اهميه ان احنا نكافحوا بشتى السبل، بالرياضه، بالثقافه، بالعلم. كلكم شباب جامعه ومواطنين شرفاء، اولاد وبلاد، يهمنا تماما ان انتوا تعوا تماما اهميه الفساد وتاثيره عليكم اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. طبعا الكلام ده كله ان شاء الرحمن هنعمل ندوه في المحافظه، وفي مجموعه بنتوا برضو هتشارك معانا في ندوه في الجامعه ان شاء الله النهارده برضو، عشان نديكم نبذة عن دور الدولة في مكافحة الفساد ممثل في هيئة الرقابة الإدارية والجهات الأخرى. بشكركم جميعا على المجهود اللي ما بذلتوه، وإن شاء الله نلتقي في مناسبات تانية إن شاء الله.